تحية كيما، وماذا نرى لكيما بعد الهبوط اللي حصل ده كله، وما زلنا نبحث عن آخر موجة في الموجة الثالثة لتقفلها. طيب ليه بقول الكلام ده؟ خلينا نشوف كيما مع بعض. وأنا كيما بدأ الدورة السريعة بتاعتي اللي هي الموجة الثالثة، بدأنا عملنا منها واحد، عملنا اتنين، ده كله كان ثلاثة، وحاليا بنتراجع بأربعة، وما زلت بستهدف قمة أخيرة أعتقد هنكسر بيها مستوى 16 جنيه، وجاني الأرباح عند مستوى 16 جنيه أأمن وأفضل، وهنوضح ليه. طيب ولسه هنصحح الموجة الثالثة يا شباب، ويبقى فاضل لنا الموجة الخامسة من الدورة السريعة بتاعتنا كلها اللي بدأت من عند مستويات الـ2 جنيه و37 قرش. طيب خلينا نشوف بمنتهى البساطة. لو أنا قلت إن أنا خدت الدورة السريعة بتاعتي من هنا وقلت ده واحد وده اتنين، وأنا عايز مستويات من 161 ل 200 فيبو، اعتقد ان احنا حققنا الهدف، وكان مستويات ال 14 جنيه، وما زلنا بنبحث عن مستويات 16 جنيه اللي هو مستويات 261 فيبو. حاليا احنا قلنا ان الموجه الثالثه بتصحح عند مستويات 38 فيبو، صح؟ يعني الموجه الثالثه بتاعتنا الفرعيه بدات من المستويات دي. طيب هاخد منطقه الطلب بتاعتي واحددها، والمفروض كان اي تراجع للمناطق دي احنا بنستهدف الشراء، تمام؟ وقلنا ان احنا عندنا منطقة دعم قوية جدا صعبة الكسر اللي عند مستويات الـ10 جنيه، وقلنا لان دي بداية قمة السابقة واحنا كسرناها كمان بقوة، وبننتظر اي تراجع لاستهداف الشراء. حاليا انا شايف ان احنا في مناطق جيدة جدا للشراء، اللي هي المناطق اللي ما بين الـ12 جنيه لحد مستوى 12 جنيه ونص، واعتقد هيحصل منها ردة فعل. لو رحت على فين بقى 15 دقيقة عشان اشوف هيكلة الهبوط، لان انا تقريبا عندي تصحيح مكتمل واضح جدا اهو، وبدأ يحصل عندي انعكاس، وبدأ يحصل فيه دايفرجنس وضعف في الزخم. اول هدف هستهدفه يا شباب هو اخر قمة تشكلت عندي، اللي هي القمة اللي عند مستويات 15 جنيه و30 قرش، واعتقد ان احنا هنكسر مستويات 16 جنيه هنوصل لمستويات 16 جنيه وهيكون هدفنا. واعتقد ان الموجة الثالثة دي كانت منتهية تماما، عملنا منها ادي واحد اتنين تلاتة، والأربعة كانت ضعيفة جدا وعملنا خمسة، فأعتقد إن منطقة الطلب دي منطقة ممتازة لإعادة استهداف مناطق 16 جنيه مرة أخرى، وما زلت أنتظر من كيما هدف آخر ما قبل تصحيح أكبر، ونعمل الموجة الخامسة لآخر موجة من الموجة الثالثة الرئيسية، وبالتوفيق.